بيكم في تعلم الشطرنج واحنا دلوقتي في جربها بنفسك، واللي هنطبق فيها بشكل عملي على استخدام طريقة تفكير المحترفين CCTP. قبل ما نبدأ فقرتنا خلوني ارحب بأبطالنا علي وكلارا. ازيك يا علي؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا علي؟ 8. ازيك يا كلارا؟ الحمد لله. قولي لي يا كلارا عندك كام سنة؟ 9. كلارا لو كنتي قطعة من قطع الشطرنج كنتي هتحبي تكوني ايه؟ كوين. ليه يا كلارا؟ عشان بتتحرك في كل مكان مش كده؟ وهي اقوى بيس. ودلوقتي هنشوف اول بوزيشن هنشوفه مع علي. يلا بينا يا علي، كنت مركز معايا؟ طيب هنشوف. قولي طريقة التفكير اللي احنا اتفقنا عليها اسمها ايه؟ CCTP. برافو. طيب هنا في عندك اي تشيك تقدر تعملها للكينج الاسود ده؟ لا. طيب في عندك كابتشر؟ فين يا علي؟ الكوين هياكل الروك. طيب وكده مش هتخسر ماتيريال لما البون ياكل الكوين؟ لا. ليه؟ عشان الروك هتاكل الكوين. بالظبط كده. في البوزيشن ده الروك عامله بان للبون على الكوين، فعلي بمنتهى البساطه يقدر ياكل الروك، ولو البون اكل الكوين الروك تقدر تاكل الكوين، وكده الابيض يكون اخذ ماتيريال من الاسود. برافو يا علي. زي ما شفنا علي دلوقتي قدر ان هو يستخدم طريقه CCTP في البوزيشن وقدر ان هو يكسب ماتيريال من الاسود. تعالوا دلوقتي نشوف كلارا. هاي كلارا. هاي. كنت مركزه زي علي؟ هنشوف. قولي لي يا كلارا الطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها اسمها ايه؟ CCTP. طيب هل في عندك اي بيس تقدر تدي تشيك للكينج ده؟ لا. طب هل عندك كابتشر؟ فين يا كلارا؟ النايت هياكل البون. النايت ياكل البون. طب يا كلارا دي كابتشر كويسه ولا مش كويسه؟ لا مش كويسه. ليه؟ لاني انا خسرت نايت وهو خسر بون. بالظبط كده. لو النايت اكل البون انا هاخد منه بون وهو هياخد مني نايت، وطبعا قيمه الحصان بتكون اكبر من قيمه العسكري، فطبعا الكابتشر دي مش صحيحه. طب قولي لي يا كلارا في حاجه تقدري تهدديها عند الابيض؟ فين هي؟ الكوين. هتهدديه بايه؟ البيشوب. برافو عليكي. في الوقت ده كلارا تلعب بيشوب A5 تعمل اتاك للكوين. طب قولي لي يا كلارا الكوين لو اتحرك من مكانه هتعملي ايه؟ هاكل النايت. برافو عليكي. بعد ما كلارا هددت الكوين، الكوين هيتحرك من مكانه في اي مكان سيف، وتقدر كلارا تاكل النايت، وبالشكل ده تكون كلارا كسبت ماتيريال من الابيض. برافو يا كلارا. زي ما شفنا ازاي كلارا قدرت ان هي تطبق فكره CCTP في تفكيرها وقدرت تاخد ماتيريال من الابيض. كلارا اول حاجه فكرت فيها انها تدي تشيك للكينج وما كانش فيه تشيك، وبعد كده فكرت ان هي تعمل كابتشر للابيض بس ما كانتش صحيحه، واخر حاجه فكرت فيها هي انها تعمل تهديد لقطعه من قطع الابيض، وفعلا قدرت كلارا تاخد بعدها ماتيريال من الابيض. وبكده نكون خلصنا فقره جربها بنفسك، وهنبدا فقره التحدي اللي هكون فيها انا وكلارا فريق كليوباترا، وكابتن مصطفى وعلي هيكونوا فريق الملوك. اهلا بيكم في فقره التحدي، والنهارده هنكمل المباراه اللي بداها علي وكلارا المره اللي فاتت، وطبعا انا فريقي مع كلارا فريق كليوباترا، وكابتن مصطفى مع علي فريق الملوك. طبعا التحدي بتاعنا النهارده نتمنى يكون قوي، ونشوف نهايه المباراه اللي ما بين علي وكلارا. يلا بينا نبدا نكمل نسلم على بعض ونبدا الجيم. طبعا الابيض كان عليه الدور. اخر نقله علي لعبها المره اللي فاتت كانت نايت دي 4. تعالوا نشوف كلارا هتبدا وترد عليها ازاي. اول كابشر في الجيم، البيشوب اكل النايت في الاف 6. طبعا علي عمل ريكابشر للقطعه بتاعته، وطبعا الريكابشر هنا كان عنده اختيارين، كان عنده يعمل ريكابشر بالبون او بالبيشوب. هي معلومه بسيطه بس في اولاد صغيرين ما يعرفوهاش، ان احنا هنا لو عملنا كابشر بالبون احنا بنعمل دبل بون عند الكينج في الاف 6 والاف 7، وده طبعا بيعمل ويكن للكينج بتاعنا، بيخليه ضعيف، بيضعف الكينج بتاعنا، فبيخلي الكينج ويك او ضعيف. لكن لما نعمل كابشر بالبيشوب طبعا بيكون الملك قدامه الثري بونز اللي بتدافع عنه، وده مهم جدا.
دلوقتي كلارا عملت اكتيفيشن للنايت بتاعها ووقفته في مربع من المربعات القوية جدا اللي مفيش اي قطعة تقدر تمشي منها في الوقت ده. طبعا مربع دي 5 ده يعتبر اوت بوست. اوت بوست دي معناها ان هو عندي مربع بروتكتد ببون من بتوعي ومفيش اي بون من البونز بتاعة الخصم تقدر تخليني تهددني او تخليني اتحرك من المربع ده. ولو بصينا نلاقي المربع اللي واقف فيه الحصان اللي في الدي 5، ممكن تشاوري علي على الحصان اللي في الدي 5. ايوه هو ده الحصان دوت، مفيش اي بون بلاك يقدر يهدده او يخليه يتحرك من مكانه. فطبعا دي اوت بوست قويه جدا للابيض، بتديله افضليه طول ما القطعه موجوده في المربع دوت، ودي استراتيجي او فكره بيعملها المحترفين دايما. عشان كده طبعا لازم نتجنب دايما ان احنا نعمل مربعات ضعيفه. نتجنب دوت ازاي؟ يعني هنا علي لعب في الاوبننج سي 5 وبعدها اي 5، هنا غالبا او عاده المفروض ما لعبش النقلتين دول مع بعض. هي ممكن الاضعافات دي تبقى موجوده واقدر اتعامل معاها، لكن محتاجه حد يكون اعلى في المستوى او محترف بشكل اكبر عشان يقدر يتعامل مع نقط الضعف دي. لكن احنا بننصح اولادنا ان احنا في بدايتنا او في بدايه لعبنا للشطرنج نحاول نتجنب نقط الضعف اللي مش ضروريه او مش مهمه. طبعا هنا كلارا لعبت نقله نايت الدي 5 ياكل في الاف 6، واعتقد ان بالرغم ان التبادل ده مش بيخسرها ماتيريال لانه تبادل طبيعي، لكن ده استراتيجيكال ميستيك او خطا استراتيجي كبير جدا الابيض، لان احنا زي ما كنا لسه بنقول ان الحصان اللي في الدي 5 ده حصان قوي جدا واوت بوست، ومن المهم جدا ان انا ما بدلش قطع القويه اللي موجوده حتى لو مع قطع زيها في عدد النقط او زيها في قوه الماتيريال. هنا الحصان اللي في الدي 5 كان حصان قوي جدا، فالمفروض كانت تحاول تحافظ عليه لانه كان هيساعدها ان هي ممكن تكسب الجيم بالكامل. وطبعا علي عمل كابتشر للنايت بالكوين علشان ما ياكلش بالبونز ويبوظ الكاسل بتاعته ويبقى الكينج بتاعه unprotected. كلارا دلوقتي بتحاول تمشي النايت اللي واقف في الدي 4، لان ده من اقوى القطع دلوقتي عند علي، واقف عندي في السنتر وواخد بوزيشن قوي جدا على الابيض. فكلارا لعبت سي 3 علشان تمشي النايت من هنا. طبعا علي عمل كابشر في الاف 3، دلوقتي تشيك الكينج بيتقال له تشيك، لازم الابيض ياكل النايت دوت، ما عندوش غير اختيارين، يا اما بالكوين يا اما بالبون. لو اكل بالكوين طبعا دي بلوندر عشان البيشوب هياكل الكوين، فلو الوايت مش عايز يخسر ماتيريال هيبقى الحل الوحيد قدامه انه مضطر انه يعمل اضعاف في موقف الملك بتاعه عشان ما يخسرش ماتيريال وياكل بالبون. دايما الدبل بون عند الكينج بتخلي الجي فايل زي ما احنا شايفين اللي قدام الملك بتاع الابيض تقريبا ما فيهوش بونز، ما فيش عسكري بيحمي الملك، فأي هجوم هيجي من الفايل دوت هيبقى هجوم قوي على الكينج الأبيض. عشان كده دايما في قاعدة ونصيحة بقدمها لأولادنا إنه دايما عشان أتأكد إن الكينج بتاعي في أمان طول الوقت، حاجتين أقدر أعملهم: تلات عساكر قدام الملك واقفين بيحموه ومحاولش أحركهم أبدا ولو حتى مربع واحد، وماينور بيس أو بمعنى تاني فيل أو حصان لو أنا أبيض هتكون في مربع الـ F3 أو G3، او لو انا اسود هتكون في مربع الاف 6 والجي 6. ده الشكل المثالي لامان الملك. طبعا علي كان عامل تو فولد اتاك للبونل في الاف 3 واكله، وكلارا حركت الكوين. شكل الدور هيخلص يا كابتن مصطفى. للاسف كده علي لعب كوين جيكس جي 6 تشيك. طبعا زي ما احنا قلنا الفايل دوت كان فيه منه خطوره كبيره، عشان كده النصيحة اللي احنا قلناها ان البونز لازم تفضل موجودة تدافع عن الملك والماينور بيس كمان، ده شكل دفاعي مهم جدا. طبعا دلوقتي الكينج هيتحرك في اي مربع من الثلاث مربعات اللي موجودة عنده اللي هي H2 او F1. H1 طبعا الليجل ما ينفعش، هياخد ميت في مربع G2 كده يكون قدر علي يفوز بالتحدي بتاع النهاردة. هارد لك طبعا لكلارا،
والكابتن زينب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وهنستنيكم الحلقة الجاية هنعرف فيها تطبيقات أكتر على الأفكار التكتيكية بتاعتنا، ونعرف عنها مواضيع جديدة وطرق جديدة في الحلقة الجاية.